بيتش يعني قاسم الشافعي اعتقد ان الدكتور خالد بيعرفه قوي بيقول فيه لا عشان انا دايما لما ومن لا يحب صعوبة الجبال يعيش أبدا الظهر بين القفص. سأعيش وأنا مش نادي ولا حاجة. كان الناس فوق الجنود الشمال. أرض الشمس دي هكذا صخرة أبطار الألواح. أنا المصري. أنا المصري. مش عايز أتكلم أنا منه. قلت لهم ما عنديش سعادة نفسي. لا أرجوك ده إحنا معاك. إحنا معاك. عايزين هذا الشجرة. لا احنا هنخرج من حد الشاهد دي ونقوم نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الروايه بتاعتي كتبت على حاجه كانت عشان ثلاث قصص، قصه زمن وقصه مكان وقصه بشر تتفاعل مع بعضها خلال الزمن ده في المكان ده في بيت عماره. انا مش هي مش القصه اسمها بيت عماره انما واحد من البيوت الموجوده في هذا الحي. الحي ده لاحظناه في مقارنة مع كفر آخر، كفر عبد شتان، فرق فظيع إنك تشوف ده وده. لو حضراتكم مهتمين أو أنا رحت المكان ده أكثر من مرة، وإحنا لينا حضور أسرية هناك يعني أعمال قبلية وبتاع. اللي منكم اللي عاصر الفترات القديمة اللي هي الخمسينات والستينات اللي أنا عجوز شفت ده، المنطقة دي كانت حية حياة لا تتخيلها. العربيات الكهرباء بالات الغرب من الناس اللي رايحه جايه الشغل المحالي دي عالم اخر من الناس ومن البشر اللي بيتفاعلوا مع بعض. اسكندريه لما دخلتها الحمله الفرنسيه كان عدد السكان فيها بسيط ما تتجاوزش يمكن 4000 5000 وحتى الوصف بتاعهم في وصف مصر او غيره يعني بيتكلم على اساس انها قريه صيادين وعايشين على شوية صناعات بسيطة مفيش. اللي عمل اسكندرية ده هو الحط وقال أسرة محمد علي بشق قناة المحمودية. لما تروح حضرتك دلوقتي تشوف قناة المحمودية اتحولت إلى مستنقع المشفتهاش قبل كده. كان بيعدي فيها مراكب، كان بيعدي فيها صنادق، كان فيها كباري تتفتح تتقفل عشان الناس تعدي والمراكب تعدي من تحتيها. عالم آخر يعني الحي ده يعتبر زي شبه جزيره. الاتحادات اللي بتاخد كل التاريخ ومعديه وراح على طول ما حدش ياخد باله من الناحيه الشمال دي. انما الناحيه الشمال دي فيها عالم تاني وبشر تانيين. انا بتكلم في زمانهم، الزمن بتاعهم 56 فتره 56. ليه فتره 56؟ لان بطله الروايه عندي جوزها فقد في الحرب، اول ليله في الطور ولا في الطحين. يعني مجرد جاله شيخ الحرب خده وضاع الحرب. هي تروح تدور عليه بعد الحرب ما لقيتوش، تروح تقابله او مش تقابله بالمعنى تروح تستنى انه هيجي في قطر من القطاره الحربيه اللي تيجي الصبح. يعني ده مشهد رهيب. هي عايزه هي يعني شايفه شكله في كل العساكر النازلين من القطر انما مش هو كويس. العساكر بتوع التشكيلات العسكريه ضاق يعني يعني الست دي اللي جايه تسال على جوزها وسط عساكر نازله نوع من الهوس، ده عندها نوع من الهوس. الجيش مش عايز يقول لها ده مات ولا حاجه. انا مش عايز احكي الروايه انما ده جزء من اللقطات بتاعتها. شيخ الحر لما جاي ينادي على الناس يفكرنا بجزء جاب في الكتاب المقدس. يعني ايه؟ هو جاء ملاك الرب تمام ربنا في ال عارفين ان هو نازل هنا القبل والجراد وال يعني انا هستاذن حضرتك اقرا الحته دي رائعه جدا انا حتى يعني علمت عليها. هو الشيخ الحاره اسمه عبد الدايم ايوه تتحرك عبد الدايم شيخ الحاره باسمه الرابعه ووجهه المكدوم بحفر جلديه بركانيه متناثره على غير نظام محاطا بعدد من صفية الحي يمر شيخ الحارة وسط تلك الزفة على بيوت الحي بيتا بيتا ينادي على أسماء بعينها مدونة لديه. ردود الفعل متداينة بين الصريخ والصراخ والعويل أو الصمت والذبول أو إنكار الوجود كملاك الموت.
بشكل شيخ الحارب ملك الموت الذي بعث به الرب كان يقصد روح الابن البكري في كل بيت مصري انتقاما من المصريين الذين يمنعون موسى واليهود من الخروج. وعمل انتقاله جميله جدا من الكتاب المقدس وقال موسى هكذا يقول الرب اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجاريه التي خلف الرحى وكل بكر بهيمه ويكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله ايضا. وقال الرب لموسى لا يسمع لكما فرعون لكي تكسر عجائبه في ارض مصر. بعدين يعمل انتقاله ثانيه بقى جميله قوي، والان على المصريين ان يقاسوا لمنع اليهود وبن جوريون والاعور من دخول مصر التي دخلها اسلافهم امنين وخرجوا منها سارقين ومذهبين من ذهب ومعادن. المصريين انتقاله جميله جدا، وان وكان ان ده من يعني اليهود هؤلاء الاقوام الشعوبيين والمتطرفين هؤلاء الذين يرسخون يعني عندما تطرد مثلا دولة مدنية دولة عقائدية فهي ينطبق هذا على إسرائيل يمشون مع النبوءة التي يمشون خلفها وكأن هذه النبوءة تحققت في 56 بموت كل ابن هو الدكتور حسن يصف كارثة مصرية وكأنه يقول إن كل بيت في مصر عانى معاناة شديدة من هؤلاء اليهود وكأنه يقول بين السطور وكيف نأمن هؤلاء وكيف نتعامل مع هؤلاء بمنتهى الرحابة ومنتهى الصفاء ومن غاز وغير غاز وغير ذلك. هل يتصدق أن سبب الرئيس على الطبع الثاني على الوضع اللي وصلوا كان في عاشر معاملة مخدرات ومخدرات وأصبح وجاك مثلا بلاء اللي هو يعني أصل رسائل اليهود داخل مصر وخارجوا سارقين لا لا ما تفعش ايه ده ده سيمبوليك يعني حاجه رمزيه في المساله خد بالك انما تحس ان على وضع حالي المصريين مكتوب علينا ان احنا نقاس بالعنف يعني الرب ينزل كلمات الرفض بالك على لسان فرعون كان ما يوافقش عشان ايه اخرى تتحقق الجراد والامن والدم والتعب المتنفس عليك اه لا انا مش راجل دين بالك انا باخدها بشكل لا بشكل روحي ان المصريين كومبارس على الاديان يعني اليهوديه دخلت مصر تمام على يد يوسف وعلى يعقوب وكان قوم لا يعني لا يجدون مش كده دخلوا مصر وجدوا وعملوا سبع سنين نجاحوا سبع سنين اوكي انتهى الزمن بتاعهم فضلوا متواجدين لحد ما جه سيدنا موسى بعد كده واخد شعبه ومشي كان مصر داخل يهوديه قالوا الصحراء فرعون دخل وامنوا بيه على البحر يبقى ما فيش يهوديه في مصر حتى مع احترامي لكل الاديان السيده مريم اما دخلت مع النجار وعيسى على كتفها عليه السلام ما بشروش في ديانة يعني الدين المسيحي ما دخلتش معهم دخلت عن طريق مرقس جنب ليبيا وبتاع انما دي قضيه ثانيه. انا هرجع بس تاني للكفر عشري، الكفر عشري في النص في حته جنب الجامع اسمها العلويه. العلويه دي يعني في نص يعني الترعه جايه كده لفه وراجعه شكل عشوائي. جنب بيت عبد الله دي؟ انا شفت بيت عبد الله دي وكاتب عنه هنا وشفت الفرن اللي استخبى فيه. يعني رحت وشفت لا حته وبعدين انا هتلاقي الفرن ده اللي ساعد فيه الشباب هي كانت فكرته بس ان هو اقصر الناس تعليم حكاية التعليم دي سعيد باشا هتلاقي برضه مش عارف دي موجوده هنا ولا موجوده. الجرام بعد الجرام ده بيجيبنا للعصر اللي احنا فيه يعني سعيد باشا جه انتهى في كل المدارس المدارس والتعليم وبتاع وقال كلمه المفروض الحكم عليها التاريخ ويتكتب المجرم فلان قال أمة جاهلة أسلس قيادة من أمة متعلمة. خدي بقى المقولة دي على جنب. تعالى لي المسكين فرد الامن المركزي اللي بيطلع يضرب الناس في الشارع دي خامه لا تجدها في اي بلد لا في فرنسا ولا في انجلترا والدوله حريصه ان الجنس ده يبقى موجود الجنس اللي ياخد عصايه او خشبه او تمرينه معينه او بندقيه او يروح يضرب كل مصري اللي بيدافع عن حقوق الفقير يعني الفقير بيحمل بني الفقير بتاع الامن المركزي اللي هو لا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا بتاع تاخده عندك ثلاث سنين تمام
هو ده بس هي حتة هتخش في سياسة بتشغل بتعب بيشتغل بتعب عندك ثلاث سنين تمام بتعلمه. أنا كان ليا بنت خالتي كان جوزها كان ماسك بتاع الماكس كان رائد هو بتاع فبيقول لي كان بيعملوا حاجة غريبة جدا في المعسكر تمام يجيبوا ناس شيء واحد ما أعرفش إيه اللي ليه ساعد دي يقولوا ساعد ساعد يا أخي يا ساعد يعني وزارة مجموعة تانية تطلع من الكشاك ضربات ده تمرين ازاي تضرب الناس التانية وبعد كده ثاني يوم يعملوا العكس ما اعرفش ليه دايما ساعد ساعد يا ساعد مضربين وهكذا يعني. طب انت بتمر بقى الخامة دي لا يمكن تجدها الا في مصر تمام هو نعم البلاد العربية انا ماليش دعوة انا ما قارنش مصر ببلاد يعني اقل لا انا لازم نبص لفوق والا مش هنتأمن ابدا فرض الامن المركزي ده اللي زامن عليك هو وجوده في من تجنيد الجيش للداخلية غلط المفروض راجل داخل يؤدي وظيفة تجنيد في الجيش ملوش دعوة بالقطاع المدني بتاع الداخلية دستوريا غلط بتاخد المسكين دوت تمام تعلمه اللي انت بتعلمه له الا حاجة واحدة تعلموش احترام ذاته تعامله كأنه لا مؤاخذة حيوان مؤاخذة في اللفظ معلش في نفس الوقت انت ما بتعلموش لا قراية ولا كتابة ولا صنعة زي ما خدت طوبة طلعت طوبة بتضرب في مدرسة مصر عاودة بقى اللي هي كفر عشر وما في تبدل العلوية ده تحس انه ايه كأنه رقام او انا هنا مشكله كأنه بطني في ناسور مبتلع بالطعام ممكن يكون ده طعام تمام ده مجازا انما اكيد التل ده لو حد حفر فيه هيلاقي مصريين من اللي حفر الترعة مفهومين هنا صدقني 20,000 اه 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 العواجيز اللي كانوا بيحكوا وانا يمكن شفت ده لما كان يتفتح البوابه بتاع الدرع اللي هو جوه على جمره عشان الصنادل تعدي والمراكب تخش وبتاع كلام من ده السردين فوق النص السردين بيقوم هاجم داخل وناس يشيلوا في الافق بالملايين اه السردين داخل على الدرع ده كان خير ناس تاكل وتشرب وتعمل كلام من ده تمام طب الزمن جري 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 جريت اهو لو تروح كف عشر دلوقتي تلاقي كف عشر القديمه احسن من دلوقتي القديم احسن من القديم. اه. انا مش حضر ايه جوه سور المنطقه دي. انا طلعت الابطال من جوه.